برعاية كريمة من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، نظم مركز الجزيرة الثقافي وبالتعاون مع محافظة المحرق منتدى عبد الله بن خالد وستة وتسعون عاما من العطاء. 96 عاما من العطاء، بهذا الشعار انطلقت الكلمات التي لا حصر لها وأوجزت العبارات التي لم تستطع أن توفي حق هذا الراحل سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رحمه الله. فنخبة من المثقفين والمفكرين تعمقوا في مآثره في هذا المنتدى وتحدثوا بإطناب عن مناقبه التي امتدت طيلة هذه السنين وبحضور ضيوف من داخل وخارج مملكة البحرين. احنا اكتسبنا الحقيقة من آراء، من حلمة، من عطفة، من حياته، وكان الحقيقة يكلمنا عن كش كانت البحرين، حبه للتاريخ أثر فينا الكثير. يمكن احنا اليوم سمعنا كلام، ولكن هذا الكلام اللي سمعناه ما يجي عشر اللي أثره فينا اسمه الوالد الشيخ عبد الله بن خالد. من الصعوبة أن يوفي ولو بجزء بسيط من ما قدمه للبحرين وللعالم العربي والإسلامي. الشيخ عبد الله يعني أنا يمكن تشرفت بمقابلته أكثر من خلينا أقول 30 مرة بزيارات هني أو بالكويت، ما مرة شفته أنا ما نحلت منه أو ما استفدت منه. إنسان بأي مجال يتكلم أنت تستفيد منه. منتدى حمل في جنباته فقرات عدة، وحوت أمسيته مشاعر المتحدثين، واحتضنت فيلما وثائقيا عن الفقيد طيب الله ثراه، لا سيما إسهاماته في عمل الخير وأبيات شعر من فكت رثاء تحاول وصف رحيله. حبيته من عمله في الهلال وحبه للخير، أخلاقه، تواضعه، مثل ما قالوا في المجلس ما يفرق بين الناس، ومع ثقافته وعلمه ومكانته إنسان يعني نحس أنه معانا، لا يمكن وصف. وكل اللي قالوا الإخوان قليل في حق الإنسان العظيم. أنا يمكن فقدت أكثر شيء لأن كنت أعتبره أبوي. مركز أنه يعني فكر أن يعمل منتدى أو ينظم منتدى لهذه الشخصية، طبعا هذه كحق وطني علينا احنا كمركز ان احنا نبرز مثل هذه الشخصيات، والشخصيات في البحرين طبعا تسخر بشخصيات كثيرة، لكن سمو المرحوم بإذن الله الشيخ عبد الله بن خالد الحقيقة شخصية تكاد تكون متميزة ومنفردة وغير تقليدية، ولذلك يعني جاء يعني هذا الاحتفال بهذا الحجم وهذه المشاركة الكبيرة من داخل البحرين ومن خارج البحرين، من المشايخ، من المثقفين، من كل الأوساط الثقافية. ختامه مسك، فهذا المنتدى احتفى بالمتحدثين والضيوف ومنح العضوية الفخرية لعدد من أصدقاء مركز الجزيرة الثقافية.